بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، آية عظيمة أحببت أن أتوقف عندها وأتأملها من جديد. هذه الآية يمكن أن أسميها آية الفرح برحمة الله. القرآن أيها الأحبة علمنا كيف نفرح. هناك من الناس، بل إن معظم الناس، يفرحون بالمال، يفرحون بالولد، يفرحون بالشهرة، بالسلطة، بمنصب معين، بعطاء معين، وكل هذا دنيوي. المؤمن ينبغي أن يفرح بشيء يتعلق بالآخرة، بشيء لا ينقضي، لا يزول، يعني شيء لا يفنى، لأن هذا الفرح، أي فرح دنيوي، لابد أن يزول، مهما استمر سينتهي بالموت. مهما استمر فرحك أيها الإنسان، الموت سمي بهادم اللذات. لماذا؟ لأنه يهدم أي فرح أو سرور أو لذة، وتنتهي معه هذه الدنيا. لذلك لا تفرحوا بالحياة الدنيا. المؤمن الحقيقي أيها الأحبة، الذي يعني علم أو عرف من هو الله، يجب أن يفرح برحمة الله. فرحه الحقيقي عندما يرضى الله عنه سبحانه وتعالى، فرحه الحقيقي عندما ينزل الله عليه رحمة من عنده سبحانه وتعالى. لذلك الآية الكريمة، انتبهوا ماذا تقول، وأنا سأقارن هذه الآية بآية أخرى، إن الله لا يحب الفرحين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من روائع القراءات أيضا قراءة أخرى، الله تعالى يقول فيها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، بصيغة المخاطب. القراءة الأولى فليفرحوا، القراءة الثانية فلتفرحوا أنتم. يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون أنتم. في القراءة الثانية هو خير مما يجمعون هم. روعة القراءات أيها الأحبة أنها تعطيك صيغ متعددة، تعطيك يعني يكمل بعضها بعضا. القراءة الأولى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صيغة الغائب هو. القراءة الثانية فلتفرحوا أنتم، صيغة المخاطب. إذن شملت صيغ اللغة العربية. بعض الملحدين المساكين يقولون هذا تحريف للقرآن. يعني أنا عندما أستمع إلى كلامهم، يعني هذا الذي أراد أن يحرف القرآن لم يجد سوى حرف التاء والياء ليحرف هذا الحرف ليعطينا معنى جماليا جديدا. الذي يريد أن يحرف أيها الأحبة يغير المعنى كليا، كما حدث في الكتاب المقدس. مثلا النبي لوط عندنا في القرآن هو نبي مطهر، كانت تهمته أنه طاهر، لذلك قال قومه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. المشكلة مشكلة الطهارة، وسبحان الله الملحد لا يحب الطهارة، معروف هذا، يعني من عاش في الغرب يعلم هذه المعلومة. عندما تم تحريف هذه المعلومة في التوراة، ماذا قالوا؟ اتهموا لوط بشرب الخمر، واتهموا سيدنا نوح وحاشاه بالزنا،
واتهموا واتهموا واتهموا. يعني هذا الأمر أيها الأحبة، هكذا يكون التحريف. أما عندما تجد أن الله تعالى يقول في القراءة الأولى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، في القراءة الثانية: فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، المعنى متكامل هنا، لا يوجد تحريف، لأن التحريف يخفي قراءة أو يخفي معنى ويظهر معنى آخر. هنا القراءتان موجودتان ونقرأ بهما القرآن. إذن هذا ليس تحريف أيها الأحبة. يعني من يدعي أن القرآن محرف، هذا الكلام غير صحيح. لا توجد آيات متناقضة، لا توجد نسخ يعني تناقض نسخ أخرى. هذه القراءات يكمل بعضها بعضا. طيب في قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز، يعني ما يعجز الأقوياء عن حمله، ماذا فعل قارون؟ كان لديه علم حقيقة، فرح بالحياة الدنيا، لم يفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، فرح بهذا النعيم الزائل التافه لا قيمة له، فرح بالزينة والكنوز والذهب والمال، وهذه كلها ستزول. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الله يحب من يفرح برحمته. إن الله لا يحب الفرحين، أي الذين يفرحون بالمظاهر الدنيوية الفانية وينسون رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا هنا أيها الأحبة أريد من كل أخ يستمع إلي أن يصحح مفاهيمه، يعني صحح مفاهيمك لو سمحت. افرح برحمة الله، احزن عندما ترتكب ذنبا، احزن عندما لا تفعل الخير، عندما تضيع وقتا من أوقات الصلاة احزن. كلما وجدت نفسك تطيع الله أكثر افرح أكثر، لأن الله يحبك، ولولا أنه يحبك لما رزقك طاعته سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي في الله، هنا مفهوم جديد للفرح يجب أن يتبناه كل واحد منا: أن نفرح بالعمل الصالح، أن نفرح بأعمال البر التي نقدمها. عندما أعطي صدقة لفقير يجب أن أفرح، عندما أساعد إنسان مظلوم أو بحاجة إلى مساعدة يجب أن أفرح، عندما أقدم خدمة لإنسان يجب أن أفرح، عندما أتكلم بكلمة طيبة تطبيقا لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، عندما أتحدث بكلمة طيبة مع إنسان يجب أن أفرح، لأن الله أكرمني بهذا العمل الصالح، وهذا دليل أنه يحبني. وبالتالي أحبتي في الله، يجب أن نعدل مفهوم الفرح في عقولنا، وسوف تحل مشكلاتنا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن معظم مشاكل العصر سببها اهتمامنا بهذا العصر. يعني أنت أخي الحبيب تعتبر أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء. كثير من الناس يعتبر أن المال أو الشهادة الجامعية أو الدراسة أو المنصب أو الأولاد أو يعني أهداف دنيوية يضعها أمامه، يعتبر أنه إذا حققها انتهى الأمر، يعني حقق كل شيء، وهذا خطأ فادح. يجب أن تنقل هدفك من الدنيا إلى الآخرة، يعني عملية انزياح فقط، بدلا من أن يكون هدفك متوضعا في هذه الدنيا فقط، انقله للآخرة. قل: أنا سأبني بيتا في الجنة، سأشتري قطعة أرض في الجنة، وفي الآخرة المال ليس له قيمة، يوم لا ينفع مال
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شراء الأراضي في الجنة أيها الأحبة والقصور والبيوت ثمنه رخيص جدا وبسيط جدا، هو العمل الصالح، الدعوة إلى الله، ذكر الله، الإيمان. يعني انظروا إلى هذه الآية أيها الأحبة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فقط مطلوب منك أن تؤمن بالقرآن وأن تسلم نفسك ووجهك وأمرك وشأنك وحياتك، تسلمها لله عز وجل. هل هذا العمل صعب؟ بالله عليكم، عمل بسيط. فلذلك أيها الأحبة، الفرح والهدف يجب أن يكون باتجاه الآخرة، أن نفرح بلقاء الله، أن نفرح برحمة الله، أن نفرح بالعمل الصالح. ويجب، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أحبتي في الله، أعيد قراءة هذه الآية، أرجو أن تحفظوها على الوجهين، لأن موضوع القراءة موضوع ممتع ويجب أن نتقنه جميعا، ليس فقط المتخصصون، لكي لا يأتي ملحد ويخدعك ويقول القرآن محرف. يجب أن تنظر إلى هذه القراءات الرائعة التي أنزلها الله، ليست من تأليف الناس، بل هي منزلة من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.